مساء الخير عليكم. في فيديو حكاية النهاردة هنتكلم عن الفنانة ندى رحمي، وهنشوف ندى رحمي وهي بتنفعل على الهواء وبتفاجئ الجمهور برسالة نارية بعد وصفها بالبقرة. هنعرف كل التفاصيل، بس قبل ما تكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الاشعارات، ضروري جدا جدا علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. ودلوقتي يلا بينا نكمل الفيديو بس بعد الفاصل. صرحت الفنانة ندى رحمي خلال إحدى البرامج إن هي تعرضت لحملة من التنمر وهجوم شديد على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب زيادة وزنها، وقالت محدش قال إن السمنة موضة، لكن إحنا تخان نروح نموت، يعني نروح ندفن، ربنا خلقنا تخان ومفلطحين نموت بقى. ونشرت ندى رحمي مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع انستجرام بتقول فيه: بتنتقدوا إني أنا ما بحطش ميك اب وما بطلعش بالصور اللي عايزينها، أنا واحدة مش شغالة بقالي سنة وثلاث شهور قاعدة في البيت على المستوى الفني والإعلامي وما عنديش مصدر رزق تاني. وقالت ندى رحمي: أنا خسيت 100 كيلو ووزني كان 200 كيلو، سمعت ناس بتقولي أنت شبه البقرة، بتلاقي بناطيل إزاي على مقاسك، وبتنامي على سراير إزاي زينا، ولا بتنامي على أسمنت صب. وخلال لقاء ندى رحمي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر اللي بتعرض على قناة MBC مصر، كشفت ندى رحمي عن تجربتها مع فقدان الوزن وكمان تعرضها للتنمر في رسائل المتابعين ليها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبرت عن سعادتها بنجاح عملية التكميم اللي عملتها. وقالت ندى رحمي: سعادتي في الحياة كانت هي الأكل، وده فقدته بعد العملية ودخلت في حالة اكتئاب، بس اكتشفت حياة تانية وعرفت أمشي وألبس وفكري اتغير. قبل العملية أكلت محشي وماما غيرت عربيتها بعد ما خسيت بصراحة علشان وفرت لها في الأكل. فيديو حكاية النهاردة خلص، بس لسه حكايتنا ما خلصتش. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو أول مرة بتشوفنا علشان يوصل لك كل جديد على قناة حكايات النجوم.